أهلا بكم مشاهدينا الكرام في صدى أقلام جديد نصل فيه أبرز ما كتبت الصحف المحلية العربية الدولية ونبدأ بعد الفاصل. أهلا بكم. بعد عقدين على غزو العراق لا يزال السؤال حاضرا حول من كان يعرف ومتى وما هو الدافع الحقيقي الذي كان مهما أكثر في غزو العراق. وفي تقرير أعده ماكس فيشر لصحيفة نيويورك تايمز جاء فيه هناك سؤال لا يزال حاضرا بعد 20 عاما على الغزو الذي قادته الولايات المتحدة وحلفاؤها ضد العراق وشعبه، موضوعا لغموض عميق ونقاش بين المؤرخين وعلماء السياسة وحتى المسؤولين الذين ساعدوا. لا يتعلق السؤال هنا على الحرب بحصيلة القتلى من الأمريكيين ولا حياة العراقيين الذين كانوا ضحية الحرب. حوالي 300,000 عراقي قتلوا مباشرة في الحرب، ولا الثمن المالي الذي دفعته الولايات المتحدة هو 815 مليار دولار ربما أكثر بذلك بكثير، ولا يتعلق الأمر حتى بتداعيات الحرب التي أدخلت العراق وشعبه في حرب أهلية وتقويض الرؤية الأمريكية للتدخل العسكري. 20 عاما على غزو العراق ولا أحد يعرف سببه ولا الدوافع وراءه. فهل كان الهدف تحييد العراق وترسانته من أسلحة الدمار الشامل كما زعمت إدارة بوش وتبين كذبها؟ وهل كان الأمر يتعلق بالشك الضمني بأن صدام حسين كان متورطاً في هجمات 11 من أيلول سبتمبر 2001 وتبين عدم صحته؟ وهل كان الأمر متعلقاً برغبة لتحرير العراق ونشر الديمقراطية فيه كما زعمت الإدارة لاحقاً؟ هل كان النفط، المعلومات الاستخباراتية الخاطئة، تحقيق منافع جيوسياسية، الثقة المفرطة بالنفس، الرغبة الشعبية لشن حرب، أي حرب، واستعادة الكرامة الوطنية؟ لم تعد الحرب مجرد فكرة نظرية بل وعملية، ومن هنا بات المحافظون الجدد يرون في العراق ساحة لتطبيق فكرتهم عن نشر القوات الأمريكية في الشرق الأوسط. فالديمقراطية ستظهر في العراق ما بعد صدام وتنتشر في كل دول المنطقة. وعندما جاء بوش إلى السلطة ملأ إدارته برموز المحافظين الجدد. ويقول ماديسون شارمان من جامعة تورنتو: كلما درست هذا تيقنت أنها استمرارية للسياسة التي تعود لنهاية القرن الماضي. قال الكاتب البريطاني رانديب رامش إنه بعد مرور عقدين من الزمن على الغزو الأمريكي للعراق تبدو الولايات المتحدة الأمريكية مثل ملوك آل بوربون الذين لم يتعلموا شيئاً إطلاقاً ولم ينسوا شيئاً. وتابع في مقاله المنشور في صحيفة الجارديان البريطانية بأن حجة الحرب على الإرهاب أعطت واشنطن غطاء سياسياً للسعي لمزيد من الهيمنة وبدأت بتصنيف الأقطار الأخرى إما مع أو علينا. وكان الغزو والاحتلال غير الشرعي للعراق حكاية إخفاق جيوسياسي وكارثة سياسية محلية. ومن أجل فهم القرار الأرعن هذا لشن الحرب على العراق وشعبه، فإن على المرء أولا أن يفهم ويدرك جيدا الاستراتيجية الأمريكية العظمى للهيمنة على العالم، وهو الأمر الذي ما فتئت واشنطن تسعى في سبيله منذ عام 1945. كانت الولايات المتحدة على استعداد للاختلاف مع حلفائها القدامى لكي تقصف الشرق الأوسط كي تغير شكله بما يتناسب مع رغباتها. لم تأبه واشنطن بالاحتجاجات الدبلوماسية التي أبدتها كل من فرنسا وألمانيا ضد الطبيعة غير القانونية للحرب العراقية التي قتل فيها مئات الآلاف من المدنيين. وكان من شأن النظام السياسي الذي غرسته واشنطن في العراق أن عمق الانقسامات وحول البلد إلى مكان عصي على الحكم من الناحية العملية الفعلية. بينما راح النفط العراقي يتدفق إلى الأسواق العالمية، فإنه جرى نهب ما يقرب من 150 مليار دولار تم تهريبها إلى الخارج. واليوم ما زال الجيش الأمريكي يحتفظ بتواجد رمزي داخل البلاد لمكافحة تنظيم الدولة الإسلامية.
إلا أن النفوذ الحقيقي في العراق هو لإيران، التي تعد الميليشيات الموالية لها بمثابة بيضة القبان التي ترجح التصويت في السياسة العراقية. ويضيف الكاتب البريطاني راند بيد رامش في صحيفة الجارديان: لم تفقد الولايات المتحدة بتاتا وإطلاقا رغبتها في أن تكون شرطي العالم والمنطقة. فعلى خلفية أحداث الربيع العربي، بعث باراك أوباما في عام 2011 بالقوات الأمريكية إلى ليبيا غير عابئ بمعارضة ألمانيا لها داخل مجلس الأمن الدولي، وما لبثت مهمة هذه القوات أن انحرفت عن الخطة وعن الطريق التي كانت مقررة لها، لتصبح غايتها غير المعلنة تغيير النظام برمته، الأمر الذي أشعل فتيل حرب أهلية. وجاء قرار الانسحاب الأمريكي المتعجل هذا من أفغانستان في 2021 من حيث لم يحتسب أحد، وكان صادما جدا لبريطانيا التي تكبدت ثاني أكبر عدد من الإصابات من بين البلدان الغربية التي كانت تعمل مجتمعة على الحيلولة دون عودة الطالبان إلى البلاد والحكم. ينبغي أن يكون لأوكرانيا عظة فيما تكبده العراق من متاعب مريرة، وأن تعلم أن النجاح هو الغاية المرجوة في السياسة الأمريكية دون ما اعتبار لأي ضوابط قانونية أو أخلاقية. فبغض النظر عن كل ما يقال بشأن الدعم الذي لا يتزعزع، فإن ثمة قيوداً محلية ساعدت حرب العراق على تكريسها تحول دون التضحية بالأرواح الأمريكية في الحرب. ولذلك فإن بايدن لن يتخذ قراراً بإرسال قوات أمريكية للقتال ضد الروس، لأن ذلك سيعني إشعال حرب عالمية ثالثة. وها هم المسؤولون في إدارته يتحدثون عن منظومة ما بعد الحرب في ساحة شرق أوروبا، الأمر الذي يقلق بوجه حق الحكومة في كييف. لقد أثبت العراق أن السياسة الدولية ليست مهمة رسالية عقائدية يقاتل فيها أهل الخير أهل الشر. صحيح أن غزو بوتين لأوكرانيا أحيى التضامن بين البلدان الغربية، ولكن يتوجب على واشنطن التوقف عن التظاهر بأن انتصار الهيمنة العالمية للولايات المتحدة بات قاب قوسين أو أدنى. هكذا تسببت محارق نفايات الأمريكيين في العراق بكارثة بيئية وصحية. نشرت صحيفة واشنطن بوست تقريراً عدته لويز لافلاك ومصطفى سالم، تحدثا فيه عن مخلفات الحرب الأمريكية في العراق وتداعياتها الصحية على السكان المدنيين الذين عاشوا قريباً منها، من انتشار أمراض السرطان وحالات ضيق التنفس بين من تعرضوا للتلوث الذي أحدثه الأمريكيون أثناء احتلالهم البغيض للعراق. وقام التقرير على مقابلات ومع السكان كذلك، وخبراء أكدوا كذلك الآثار الصحية الحاصلة بين السكان في وقت حصل فيه جنود الأمريكيون على اعتراف من الحكومة الأمريكية نفسها بسبب تعرضهم لمكبات النفايات والدخان المنبعث منها، وأثر ذلك بشكل واضح وجلي على حالتهم الصحية والنفسية. بدأ الأطباء والعلماء الأمريكيون بالقلق على الجنود الذين تعرضوا للنفايات السامة، لكن العراقيين تعرضوا أيضاً للسموم ومرضوا. أكد باحثون درسوا آثار محارق النفايات والأطباء المحليون على ظاهرة زيادة الأمراض التي جاءت نتاجاً للحرب وسنوات من التعرض للتلوث بعد الغزو. وبعد عقدين على الحرب، وقع الرئيس الأمريكي جو بايدن العام الماضي على تشريع يعترف بالرابطة بين التعرض للسموم وظروف صحية تهدد حياة الجنود. وبحلول 2010 وجدت دراسة أن نسبة 7% من الجنود العائدين من العراق يعانون من مشاكل في التنفس. ويقول الأطباء المحليون إن معدلات سرطان الدماغ والرئة والرقبة والانسداد الرئوي المزمن كانت نادرة قبل الغزو، لكنها بدأت تظهر بين الشباب وبشكل مفاجئ. ومع انسحاب الأمريكيين من العراق في 2011، فإنهم استخدموا 150 موقعاً لحرق النفايات وبأحجام متفاوتة.
صحيفة آي نشرت مقالا للكاتب باتريك كوكبيرن يتحدث فيه عن مرور 20 عاما على غزو العراق، متحدثا وقائلا عن دروس من ذلك الغزو يمكن الإفادة والاستفادة منها في حرب أوكرانيا. ورأى الكاتب أن الوضع في أوكرانيا اليوم هو الوضع نفسه في العراق قبل 20 عاما، ولكنه معكوس. هكذا صرح الكاتب، حيث أن الحكومتين الأمريكية والبريطانية تقللان من احتمالية إقدام الرئيس الروسي فلاديمير بوتين على استخدام ترسانته من أسلحة الدمار الشامل في حربه الهوجاء على أوكرانيا. واعتبر كوبرين أن سهولة الاقتناع بهذا المنطق المتفائل إزاء تصرف بوتين بأسلحة الدمار الشامل إنما تعكس فقدان الرأي العام الغربي الثقة بحكوماته، والسبب في ذلك يعود إلى كذب حكومات الغرب في حرب العراق بخصوص امتلاك نظام صدام حسين أسلحة دمار شامل. ينبغي الاعتراف بأن واشنطن ولندن ارتكبتا أخطاء صغيرة وأخرى كبيرة في حروب كثيرة، وليس فقط حرب العراق أو أفغانستان، وأنه لا مبرر للاعتقاد بأن هذه الأخطاء لن تتكرر في أوكرانيا. وعد أن عدم الاستفادة من درس غزو العراق يتبدى في أسوأ صوره عندما تتكرر الأخطاء نفسها في كابول وبنغازي. وقال الكاتب إن المعارضة العراقية إبان نظام صدام حسين تلاعبت بالحلفاء الغربيين في سبيل تحقيق مصالح طائفية وشخصية. وأضاف كوكبيرن أن شيطنة نظام صدام حسين ونظامه باعتباره مصدر الانقسام الوحيد في العراق منع السلطات الغازية من رؤية المشكلات الحقيقية التي تواجه العراق، هذا فضلاً عما واجهته تلك السلطات ذات القيادة الأمريكية من اتهام بعدم وضع تصور للعراق ما بعد الحرب. بلا جدران تقيهم حر الصيف وبرد الشتاء، أخرجوا من ديارهم، غائبون لا صوت لهم. بلدهم يطفو على بحر من النفط، تصارع أكفهم قسوة الحياة. هدموا كل ما هو جميل وأساءوا لحاضرة الدنيا حتى استغاث منهم تراب الرافدين. لكن أحفاد ثورة 20 سيكسرون القيد ويبذلون المهجة ويعيدون الحياة. لن تكتم الأفواه ولن تحبس الألسن، فنحن صوتكم. هذه الحلقة مستمرة لكن بعد الكاريكاتير. جاء في عربي 21 تذكار ذهبي بصورة الكعبة المشرفة من دار سك العملة الملكية البريطانية، حيث أصدرت دار سك العملة الملكية سبيكة ذهبية خاصة تصور الكعبة المشرفة في مكة المكرمة خلال حملة لجمع التبرعات لضحايا الزلزال الذي ضرب تركيا وسوريا الشهر الماضي. وتم إصدار عدد مختلف تماما من الأوزان من السبيكة التذكارية قبل حلول شهر رمضان المبارك. ونقلت صحف بريطانية محلية عن مدير المعادن الثمينة في دار السك أندرو ديكي أنه بالاعتماد على أكثر من 1100 عام من الخبرة في سك العملات
قامت دار السك الملكية البريطانية بتطبيق الحرفية والخبرة لوضع الكعبة المشرفة على السبيكة التي تأتي من الذهب الخالص. إلى وكالة الصحافة الفرنسية ونقرأ خبرا تحت عنوان القمامة تملأ شوارع عاصمة الأنوار والعطور. أعلنت السلطات الفرنسية أن كمية النفايات في شوارع باريس بلغت أكثر من 10,000 طن بسبب إضراب عمال جمع القمامة هناك، على الرغم من الجهود المبذولة لإجبارهم على العودة إلى العمل. وارتفعت كمية النفايات في الشوارع بعدما سجلت 7,600 طن في وقت سابق من الأسبوع الماضي، على الرغم من إعلان وزير الداخلية جيرالد دارمانان أن المضربين أجبروا على العودة من جديد إلى العمل بموجب سلطات الطوارئ المصممة لحماية الخدمات الأساسية. حيث يضرب عمال جمع القمامة في باريس منذ 12 يوما تماما مع إغلاق المحارق احتجاجا على إصلاح نظام التقاعد الذي يرفع سن التقاعد القانونية في هذا القطاع من 57 عاما إلى 59. والآن نتابع فيديو اليوم الذي اخترناه لكم من مواقع الصحف. أسوأ أزمة مائية في العراق منذ العام 1933، انخفاض الأنهار الداخلية وإدارة غير مستدامة للمياه وتغير المناخ، فهل بدأ جفاف دجلة والفرات؟ الأزمة الأسوأ، نهر دجلة والفرات يجفان بعد انخفاض حاد في تدفقات المياه، فيما يهجر المزارعون أراضيهم في بلاد ازدهرت فيها الزراعة منذ 10,000 سنة بحسب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش. أما المخزون المائي للعراق فقد تراجع من 50 مليار متر مكعب إلى 8 مليارات متر مكعب، وما يرد إلى العراق من المياه القادمة من تركيا وسوريا وإيران بات أقل من 70% من الحصة المعتادة وفقاً للمتحدث باسم وزارة الموارد المائية العراقية. خطر داهم، تواجه العديد من المدن العراقية انخفاضاً حاداً في المياه نتيجة لقلة الإيرادات المائية الواردة إلى كل من سد الموصل على نهر دجلة وسد حديثة على نهر الفرات بحسب وزارة الموارد المائية. أما عن التصحر والجفاف فقد أتى على 39% من الأراضي الزراعية، فيما البقية مهددة بتصحر مماثل بحسب المركز البحثي الهولندي Planetary Security، حيث يواجه العراق اليوم 3 تحديات أساسية هي تحدي المياه والتصحر وتلوث الهواء بحسب البنك الدولي. أساليب خاطئة، المخزون المائي في البلاد بات على المحك وقد فقد العراق 70% من حصصه المائية بحسب أرقام رسمية. أساليب الري الخاطئة وزيادة الاستهلاك المائي من حوض نهر الغراف ونهر الفرات تعد من أهم أسباب الأزمة بحسب الحكومة العراقية. ونهرا دجلة والفرات باتا يعدان من أنهار العالم التي دخلت مرحلة الاحتضار بسبب اختناقها بالسدود والصرف الصحي والنفايات والتلوث الكيميائي والمخلفات البلاستيكية بحسب منظمة أفيز المعنية بقضايا البيئة وحقوق الإنسان. شكراً للمتابعة وإلى اللقاء.